اهلا بحضراتكم في عالم العالمين، تغطيتنا المستمره لفعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانيه. وصباح الخير يا مصر من مدينه العالمين الجديده. ده اجمل مدن البحر هنا في الساحل الشمالي، هنكون معاكم في صيف مختلف جدا. فعاليات كتير بنشوفها كل يوم وبيعيشها جمهور مهرجان العالمين. اتبسطت جدا بالاجواء والحاله العامه، والمهرجان مدينه يستحق ان يبقى فيها مهرجان سينما. الناس عليه بيكلموني يا مساء الكل يا بهيم يا مطرحة كاللبيب. فعاليات كتير كل يوم بيعيشها جمهور مهرجان العالمين، ومهرجان العالمين الجديدة أيضا بيحتفل بأبطال مصر في الأولمبياد. ظهر الفرحة ما بتنتهيش هنا في مدينة العالمين الجديدة. الحقيقة إن احنا شفنا فعاليات ترفيهية كتير، شفنا فعاليات رياضية، شفنا فعاليات ثقافية، شفنا شتى أنواع الفعاليات في مهرجان العالمين الجديدة. الواحد بيفرح لما بيلاقي حاجة حلوة في بلده، في تطور، في حفلات، في مهرجانات. احنا في الساحل يا جماعة، في العالمين.